من هو ستيف جوبز؟ ستيف جوبز هو رجل أعمال إداري ومبرمج كمبيوتر ومقاول أمريكي الجنسية، بالإضافة إلى أنه المؤسس لشركة آبل الخاصة بأجهزة الحاسوب، ويعتبر أحد أكثر العقول نشاطا وابتكارا في عالم التكنولوجيا الأمريكية. فقد أطلق واحدا من أكبر الصناعات في العقود الماضية وهو لا يزال في أوائل العشرينيات من عمره، بالإضافة إلى رؤيته الخاصة بتوفير أجهزة حواسيب شخصية ذات تكلفة مالية معقولة. ولد ستيف جوبز في 24 من شهر شباط سنة 1955 في لوت سولتوس في كاليفورنيا، واعتاد على العمل في العطلات الصيفية أثناء مرحلة دراسته الثانوية في شركة هوليت باكارد، الأمر الذي قاده لرؤية ستيف ويزنياك والعمل معه. ارتاد ستيف جوبز كلية ريد في ولاية أوريغون، وقد درس الفيزياء والأدب والشعر في مرحلة البكالوريوس، إلا أنه لم يحضر دروسه بشكل رسمي إلا لفصل دراسي واحد، حيث اعتاد على الجلوس مع أصدقائه وتدقيق الدروس المتضمنة لفن الخط، الأمر الذي قاد إلى احتواء أجهزة حواسيب آبل على خطوط أنيقة. قدرت شركة فوربس الثروة الكلية التي يمتلكها ستيف جوبز ب6.5 بلايين إلى 7 بلايين دولار بحسب الإحصائيات المقامة في سنة 2011، حيث اكتسب هذه الثروة نتيجة لبيعه شركة بيكسار إلى شركة والت ديزني سنة 2006. وتقدر الثروة التي كان من الممكن أن يكتسبها في حالة عدم بيعه لحصصه في شركة آبل بعد مغادرته لها قبل 10 أعوام تقريبا ب36 بليون دولار أمريكي. توفي ستيف جوبز في 5 من شهر تشرين الأول سنة 2011، وهو في 56 من عمره بعد صراعه مع سرطان البنكرياس لمدة 10 أعوام تقريبا. وقد ألهمت حياته صناعة العديد من الأفلام السينمائية والكتب.